وللمزيد تنضم إلينا نبال فرسخ الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني. سيدة نبال، ماذا عن الأوضاع الصحية في قطاع غزة في ظل قصف الاحتلال للمدنيين والمرافق الطبية بشكل عشوائي؟ الأوضاع الصحية في قطاع غزة أكثر من كارثية بعد أن أخرج الاحتلال 30 مستشفى عن الخدمة، غالبيتها في غزة والشمال، بسبب الاستهداف والحصار ومنع وصول الإمدادات الطبية والإنسانية إلى المستشفيات، على ما يبدو أننا نواجه ذات المصير في خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا هو اليوم الرابع على التوالي والاحتلال يواصل حصاره لمستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، بالإضافة إلى حصار مقر الجمعية ومركز الإسعاف، حيث أن هذه المباني الثلاثة تتواجد بالقرب من بعضها البعض في مدينة الأمل في خان يونس. منذ يوم أمس يفرض الاحتلال حظر تجوال كامل في محيط مستشفى الأمل، لا يستطيع أي أحد الخروج من المستشفى أو الدخول إلى داخل المستشفى. يستمر القصف العنيف في محيط المستشفى على مدار الساعة، فضلا طبعا عن الاستهدافات المباشرة أمام مقر الجمعية. يوم أمس سقط عدد من الشهداء والجرحى أمام مستشفى الأمل وأمام مقر الجمعية، الكثير منهم إصابات حرجة وبليغة في ظل فرض الحصار ومنع التجوال الكامل، حتى أن كميات الدم نفذت من داخل المستشفى، وقام النازحين داخل المستشفى بالتبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الجرحى من ذوي الإصابات الخطيرة الذين تم عمليات جراحية لهم في ظل ظروف صعبة للغاية، في ظل استمرار القصف، استمرار إطلاق النار في محيط المستشفى وشح في المستلزمات الطبية والأدوية. هذا هو واقع الحال، يستمر حتى هذه اللحظة في مستشفى ناصر أيضا. صحيح، كنت أسأل حضرتك عن الوضع هناك حاليا في مجمع ناصر، الوضع لا يمكن هناك الآن في محافظة خان يونس نقل الجرحى والمصابين إلى المستشفى ناصر أو مستشفى الأمل نتيجة حصار المستشفى، وبالتالي تضطر مركبات الإسعاف إلى نقل الجرحى والمصابين إلى محافظة أخرى، إلى أحد المستشفيات في دير البلح. نحن بالهلال الأحمر الفلسطيني أيضا للتخفيف من هذه المسألة والعمل على إنقاذ حياة الجرحى والمصابين، لا سيما مع صعوبة تنقل مركبات الإسعاف ونقل الجرحى إلى مدينة أخرى. قمنا بعمل نقطة طبية في منطقة المواصي في خان يونس تستقبل ذوي الإصابات المتوسطة وتقدم لهم العلاج بالسرعة الممكنة، لأنه كما تعلمون في ظل وجود الإصابة والجرحى بكل تأكيد الدقيقة هي تشكل فارق في عمر الإنسان، ومع صعوبة تنقل مركبات الإسعاف كان لابد من إنشاء هذه النقطة الطبية من أجل إنقاذ حياة الجرحى والمصابين. الأوضاع في خان يونس صعبة للغاية، نتحدث عن آلاف الفلسطينيين هم محاصرين في ظل استمرار القصف وإطلاق النار، يحاولون النجاة والهرب من حيث يتواجدون ولكن بصعوبة بليغة بسبب استمرار القصف. أيضا لا توجد وسائل مواصلات وبالتالي طيب، وهناك أيضا تجمع لعدد من الإسرائيليين، هناك تجمع لعدد من الإسرائيليين الاحتجاج على دخول المساعدات عند معبر كرم أبو سالم، كيف تتعاملون مع ذلك؟ لم أستمع إلى السؤال. هناك تجمع لعدد من الإسرائيليين الاحتجاج على دخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، كيف تتعاملون مع ذلك؟ بالنسبة للمساعدات الإنسانية، أولا نحن كالهلال الأحمر الفلسطيني نواصل استلام المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح بالتنسيق مع أشقائنا في الهلال الأحمر المصري. يوميا يتم إدخال المساعدات الإنسانية. أيضا خلال الأسابيع الماضية وبعد ضغط دولي وافق الاحتلال على فتح معبر كرم أبو سالم، وتدخل كميات محدودة من الشاحنات. المشكلة في مسألة المساعدات أن الاحتلال يفرض قيود ويعرقل عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، يقوم بتفتيش جميع الشاحنات التي تدخل عبر معبر رفح، حيث تفتش الشاحنات أولا في معبر العوجة. نحن نقول أن إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال
يقع على عاتقها وفقا للقانون الدولي الانساني، واجب ومسؤوليه تامين الاحتياجات الانسانيه. ادخال المساعدات الانسانيه الى قطاع غزه ضروره ملحه للغايه. لا تقع على عاتق الاحتلال، وعلى الاحتلال الا ان يتحمل مسؤولياته ويسمح بادخال المساعدات الانسانيه دون قيود ودون شروط وعبر جميع المعابر. صحيح استاذه نبال فرسخ الناطقه باسم الهلال الاحمر المصري، شكرا جزيلا لك.